ماشي مباراه ما غير الناس لا نستاهل لا نستحق بتاتا الهزيمه. اولا الدراري خارجين غاضبين يعني حنا كنردينهم المورال لان مقدموا مباراه كبيره. انا جا حسبت المحاولات ضربه جزاء يعني بحال كره عاقبتنا يعني حنا ملي كتضيع ضربه جزاء من وراها جات اول فرصه لفريق الشارع البيضاء والشوط الثاني سجلنا هدف. انا كنشكر اللاعبين اللي حقا ما كان يعني قدموا مباراه كبيره قدمنا كره جميله يعني استحوذنا كره قصيره اللي كيحب اللي كنحب انا ك يعني كيلعب في الرجاء واللي كي مثلا اللي كيحبوا الجمهور يعني ما يعني الحمد لله يعني انا راضي كل رضا على اللاعبين لان انا تمتعت بهذه المباراه. اللي تقلقني هو ان ضيعنا فرص وان ضربه الجزاء عاوتاني ضيعنا من وراها عقبتنا كره القدم وتسجل عندنا هدف. فريق الشارع البيضاوي حافظ على انه كان ناقص العدد رجع وبقى محافظ على ذاك الهدف ولكن راه ضيعنا وجات ضربه جزاء وما تحسبتش لينا. من شتا دابا في اللقطات كاينه هناك ضربه جزاء ولكن الحمد لله يعني حنا راضيين على هذا الاداء. يعني ما تنساش ان الفريق اللي لاعبين ضده عنده تجربه. هنا فين كاين الفرق؟ اللاعبين حنا سيطروا قدموا مباراه جميله ولكن في الاخيره التجربه هي اللي ربحت. وشكرا.